السلام عليكم. اليوم رانا في المدينة تاع سكيكدا، ونروح نشوف الحالة تاع الأشغال تاع الترميم تاع البنايات. هنا نشوف عمليات الترميم مازالها متواصلة على مستوى هذا الشارع. هنا فيها كذلك بناية جميلة، هذه البناية هذه محاذية للمسرح، مقر تاع المسرح الجهوي لسكيكدا. وهنا البناية هذه محاذية جميلة، ممكن يعني استرجاعها. وهنا نلاحظ المتحف أو المسرح الجهوي. وهنا نشوف العملية تاع ترميم بنايات مازالها متواصلة على طول الشارع هذا، واللي يعتبر شارع جميل جدا، فيه بنايات من كل في الجهتين. وهنا نلاحظ المسرح، البناية تاع المسرح الجهوي، أشغال مستمرة. وهنا نشوف عملية تاع الترميم. وكذلك وضع هذه المادة، هو هذا هو المادة المختلطة بين فيها البلاطر والإسمنت، وتعتبر مادة صلبة. تم وضعها على المدخل هذايا. إذن فيه أشغال مازالها مستمرة، الأشغال مازالها مستمرة تاع الشارع هذا. وهنا نشوف بناية نتاع المتحف نتاع المتحف. الجهة هذه ما زالها ما هيش مرمى، تحتاج إلى ترميم. ونشوف هنا الجهة هذه من هنا فيه عملية ترميم. إذن وكذلك عندما نشوفها يعني سكيكدا، نشوف من ناحية الصور نظن أنها بتي باتلا قرية، والله الشوارع تاعها كبار وكثيرة، ونفس المقاييس كما الشوارع تاع عنابة أو الجزائر العاصمة أو بجاية أو وهران، يعني نفس الحجم ونفس يعني الزخم العمراني. لكن للأسف الشديد لم تكن فيها الصيانة، بخصوص الصيانة كثير ما كانش صيانة في هذه المدينة. هذا هو اللي جعل من يعني الأزقة هذه في حالة. على كل حال
نستمر في الرحلة تاعنا. إذن نواصل الرحلة للوقوف على الإشغال تاع الترميم، يعني من ناحية الحجم تاع العملية هذه، وكذلك النوعية تاع الإشغال. لاحظ أنه فيها يعني بنايات كثيرة راهي قيد الإشغال، وهذا أمر جيد، وهذه يعني أكبر حاجة ممكن تصرى لل المدينة تاع سكيكدا. هذه تحتاج هذا يعني الترميم، العملية هذه شيء جميل جدا، عملية كبيرة راهي السيرة. حتى يعني هذه الجهة كذلك، وهنا نشوف انه هذا المكان تم التهيئة ديالو، هذا المكان تم تهيئته، حاجة شابة بزاف. وهنا نشوف عملية نتاع الترميم ما زالها متواصلة، شيء جميل جدا. وهنا نشوف بعض الأجزاء تمت صيانتها. إذن هنيئا للوالية تاع سكيكدا، أنا من هذا المنبر ننتهى تحية إلى الوالية تاع سكيكدا، ونشجعها باش تستمر في هذا العمل. إذن هذه هي عمل كبير راه ماشي. وهنا البنايات يعني كبيرة، ما شاء الله، يعني من ناحية الحجم، والشارع كبير، الشارع ما شاء الله كذلك، يعني من ناحية الحجم. فالعمل كان ولا بد يكون. إذا خليكم تابعوا على كل حال ما تبقى من العملية هذه، من الفيديو هذا، وحتى يعني الأرضية والتغليفات الأرضية لابد كذلك من إعادتها. إذن هذا هو، نخليكم تتابعوا الفيديو إذن إلى النهاية، والسلام عليكم.